ايه الرزع ده؟ ايه الرزع اللي عندكم ده؟ يا 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 ما تنكبش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا مذاكر وواخد جايزة أحسن شاب في البني آدمين. حرامي من بيت! لحظة واحدة! أنت كل يوم! إيه؟ أستاذ بوسكس! زميلي في الجيم! أوف! ده مؤاخذة يا أستاذ! إيه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زبالة قدام ضيوف، لكن حسابنا معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا أستاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايه طبعا، والله واثق من زورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك، بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه هتبجيل الاحترام لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود، واتس اب مان، كول مي 50 سنت. زلت زلت. ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عن دول. يا مسرور! مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيلة دي ببقى عارف بالأشكال دي بيبقى ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفلة من الكاميرا كنترول بتاعت الأوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفلة من أولها لآخرها؟ بشغل بس. أيوة، جري شوية. أيوة، زوم بقى. كمان شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه، وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زليت الخروف سل قبل ما يموت. مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف ده. انا ثانيه واحده، يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر؟ انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ اما انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. كلت يا عم؟ كلت. كل يا بشاكش. والله كلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. علشان تقدروا تلعبوا الماتش.
ايه؟ لا اكيد حضرتك بتقول دعابه طبعا، دي دعابه. ده ما الناس في الترابيزه بتقلوش ايه؟ ده هينزلوا يقعدوا يرجعوا ماتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف النبي، بلاش انا بلاش انا بص، خلينا نلعب في اللعبه. استرجل هم نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب بيكي جول. تعمل ايه؟ اعرف يا عيني يا مجانين. يعني ايه ماليش شقه؟ قلبنا الشقه حته حته ما لقيناش فيها اي حاجه. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعة، ايه اللي هيحصل؟ هجيبه لك من تحت في قطيع الارض، بس هو يفتح تليفونه. هو ايه بقى، مش كل شوية هتقعدي تقولي ماما والوفاة والحاجات دي بقى؟ يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت. خالص؟ لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصلة كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها؟ ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفة كده؟ أو انت نايمة نزلت كده؟ او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 لا، مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الباترينه بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد، يعني عينيك انت ظالمه عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينتس كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ ابو هتعضي. ماشي اقدي بايدي. الله، طب هو مخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رأيك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رأيك؟ هات بقى النضارة. هات هات بقى. أقوم بالله. خد يا هاني.